أحمد، الغارات مستمرة في مناطق شمال قطاع غزة، وأرقام الشهداء التي يتحدث عنها المتحدث باسم وزارة الصحة تعكس طبيعة ونتيجة ما يجري من غارات منذ أو خلال 24 ساعة الماضية. يحتد القصف في مناطق شمال قطاع غزة في منطقة محيط مستشفى كمال عدوان، ونحن نتحدث عن حتى اللحظة العشرات من الإصابات والشهداء وصلوا إلى المستشفى خلال ساعات الليلة الماضية وحتى ساعات صبيحة هذا اليوم بفعل قصف الاحتلال وتوغله حتى في مناطق من مدينة جباليا شمال قطاع غزة. عرف بعض هذه المناطق وربما البعض الآخر ما يزال غير معروف، لأنه حتى حركة المواطنين في هذه المناطق محدودة جدا بفعل القصف الإسرائيلي. نقول بأنه حتى هذه الإفادة التي وصلتنا من صحفي محلي يعمل هنا بأن طائرات الاحتلال تطلق النار تجاه مناطق الفالوجة ومنطقة أبو الشرار ومحيط المقبر، وهناك أيضا شهداء في الطرقات، وأيضا توغل قرب محطة البراوي شمال مشروع بيت لاهية وفي منطقة الدفاع المدني شمال الشيخ زايد، وأيضا إطلاق نار باتجاه دوار الشيخ زايد ومحيط صالة النخيل، بالإضافة إلى قصف مدفعي في محيط مستشفى كمال عدوان، وسقطت شظايا هذه القذائف المدفعية في داخل المستشفى كما أبلغنا خلال ساعات الصباح هذا اليوم، بالإضافة إلى عدد من الشهداء استشهد خلال ساعات الليل، وصل بعضهم إلى مستشفى كمال عدوان الوحيد الذي يعمل هناك. وزارة الصحة تعلق بأنه الاحتلال يضع المشافي في دائرة الموت وخروجها ويهدف إلى خروجها عن الخدمة، خاصة المشافي التي تعمل وحيدة في مدينة غزة وشمال قطاع غزة كمال عدوان، الذي أصلا هو يعاني حتى قبل الهدنة خلال أيام الحرب ولم تصله المساعدات والمستلزمات الطبية والمستهلكات اللازمة لإكمال عمله، ثم يستهدف الآن الطرقات الواصلة إليه بأحزمة نارية. وليلة أمس استهدف المواطنون الذين يقفون على بوابته ما أدى إلى استشهاد عدد منهم. في مناطق وسط قطاع غزة أيضا هناك المشهد لا يختلف، أو هنا المشهد لا يختلف كثيرا. في مخيم البريج غارات قاتلة عنيفة شنتها طائرات الاحتلال على منطقة بلوك 6 ساعات صباح هذا اليوم، أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وبعضهم ما زال تحت الأنقاض يبحث عنهم المتطوعون بأدوات تقليدية بسيطة وبقليل من المعدات التي يستخدمونها. والأمر يندرج أيضا على ما حدث في منطقة دير البلح التي تتعرض لغارات عنيفة، تحديدا مناطق جنوب شرقها. قبل قليل وصل عدد من الشهداء والإصابات من منطقة الحكر ومناطق المزرعة والمناطق المحيطة عموما بالحاجز، منطقة حاجز أبو هولي سابقا الذي توغلت فيه آليات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونصبت أو وضعت قناصة في على أعلى إحدى البنايات كما فهمنا من شهود عيان وصلوا من هناك، بالإضافة إلى إطلاق النار على كل متحرك هناك. أعداد الشهداء في منطقة وسط قطاع غزة تقريبا 40 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، والأمر يمتد إلى مناطق جنوب قطاع غزة. الخطير في الأمر فيما يتعلق بمناطق مدينة خان يونس تحديدا أن الغارات لم تتوقف وتستهدف مناطق بها كتلة سكانية كبيرة، مهما خرج عدد من النازحين تبقى مدينة خان يونس بها عدد كبير من المواطنين، والمناطق التي يتجه إليها النازحون أيضا في مناطق جنوب قطاع غزة، أقصى جنوب قطاع غزة، باتوا ليلتهم الماضية في العراء في الشوارع من دون أي استقبال من أي مؤسسة دولية، لأنه الأنروا لا تستطيع مراكز اللواء التابعة لها استقبال هذا العدد الكبير من النازحين، سواء الذين وصلوا خلال 48 ساعة الماضية باسل عذرا على المقاطعة، الذين كانوا بداخلها أصلا. نحن نتحدث عن قرابة 1.5 مليون نازح، والأعداد في تزايد، إجمالي النازحين في مناطق الوسط والجنوب والشمال 1.8 مليون نازح، ولا يوجد لديهم أي من مقومات الحياة الدنيا، بالإضافة إلى أنه الاحتلال أيضا يستهدف تجفيف منابع الحياة بالنسبة لهؤلاء الناس، سواء بقطع الطرقات كما يحدث في فصل القطاع إلى 3 أجزاء، وأيضا فيما يتعلق بوقف الإمدادات والضغط على عدم وصول الإمدادات إلى مناطق غزة والشمال، وهذا الحال يذهب باتجاه مجاعة سيواجهها الناس إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. طبعا فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات باتجاه تل أبيب، وأيضا كان هناك استهداف لمستوطنات غلاف غزة.